سيف سامر، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. إلى ما ترمي زيارة بلينكين إلى جمهوريات أسيا الوسطى الخمس في ظل مشهد معقد وموقف متوازن إلى حد كبير من الجمهوريات الخمس؟ منذ أعلنت استراتيجية الأمن القومي الجديدة التي جعلت الصين هي خصمها الأساسي، هي تسارع لكل مناطق النفوذ التي استحدثتها الصين مع إعلان مبادرة الطريق والحزام بعد وصول الرئيس شي جين بين إلى السلطة قبل 10 سنوات. استطاعت المتحدة لإعادة صلاة هذه المناطق نفوذ للصين بفضل هذه المبادرة، بفضل الاستثمارات الاقتصادية التي ضختها الصين في هذه المناطق. بدأ الأمر في إفريقيا، ويعني في قبل أسابيع، قبل شهرين تقريبا أو ثلاثة، كان هناك مؤتمر في الولايات المتحدة مع قادة الدول الإفريقية لمنعها أو يعني الحيلولة دون استكمال العلاقات الشراكة التي أقامتها مع الصين. كذلك سرعت الولايات المتحدة إلى جزر المحيط الهادئ ومنعتها من إبرام اتفاقيات اقتصادية وأمنية مع الصين. الآن هذه المناطق في وسط آسيا هي مناطق نفوذ حقيقية للصين كجزء من مبادرة الطريق والحزام، إضافة إلى أنها بالتأكيد هي كانت تعتبر بالنسبة لروسيا بمثابة يعني حدائق خلفية في مرحلة من مراحل التاريخ. والآن بفعل العقوبات الاقتصادية على روسيا، فالولايات المتحدة لا تريدها أن تستعمل هذه المناطق للتنفيس الاقتصادي يعني في ظل الحرب. هل حقا الولايات المتحدة قادرة على أن تقدم نفسها كشريك موثوق يمكن الاعتماد عليه، نفس الاستراتيجية والورقة التي استخدمتها من قبل مؤخرا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية؟ هي الولايات المتحدة طبعا قادرة لسببين، أولا بسبب قدراتها الاقتصادية، وثانيا وهذا هو الأهم بسبب سيطرتها على المؤسسات الدولية، يعني نفوذها السياسي في العالم وقدرتها على منح الوعود لمثل هذه الدول. لكن الذي يجري هذه الأطراف أنها تستعمل هذا التدخل الأمريكي لكي توازن في مصالحها بين الصين والولايات المتحدة. هي تقدم خطاب غامض تجاه الصين وتجاه الولايات المتحدة، تحاول الاستفادة من كل واحد من الأطراف، وهذا ما يجري أيضا في آسيا الوسطى. في الحقيقة هذه الدول الخمس استفادت من العلاقة مع الصين، والصين تعاملت معها باعتبارها شريك حقيقي. الولايات المتحدة الآن تتدخل وتتعامل معها أيضا، تريد أن تقدم لها مزيد من الدعم ومزيد من المشاريع والأفكار، كذلك فعلت روسيا. فيعني الولايات المتحدة صحيح قادرة، لكن دائما ردود الفعل من هذه الدول هي تحاول الاستفادة أكثر قدر ممكن من كل الأطراف. نعم، طيب في ظل الصراع الدائر الآن في أوكرانيا، الموقف الحذر الذي يتخذه قادة الجمهوريات الخمس في مسألة التعامل مع روسيا وحسبان الثقة النسبية لروسيا من جهة، الاتفاقيات الرسمية التي تربطها من جهة، لكنها في المقابل مثلا لم تلتف حول موسكو بشكل كامل مثل ما فعلت بيلاروسيا، ما التفسير؟ هو أيضا هذا ما فعلته الصين. هذه الدول تريد أن تستثمر في هذه الأزمة التي تحدث، تستثمر لأجل مصالح الاقتصادية. بالنسبة للصين أكثر تريد أن تستثمر استراتيجيا، لكنها في الوقت نفسه لا تريد أن تبدو كجزء من هذه الحرب التي يدينها القانون الدولي، والتي ستؤثر عليها طبعا على صورتها في العالم وعلى مكانتها وعلى قدرتها على إبرام هذه العلاقات. ولو أنها انضمت إلى روسيا كما فعل روسيا، لما أمكن للولايات المتحدة الآن أن تحاول الاقتراب منها، وبالتالي هذا يؤثر على مصالحها. يعني بشكل عام كل هذا الموقف من الحرب الروسية على أوكرانيا هو يتعلق بصورة هذه الدول أمام العالم، حتى هذا أيضا ينطبق على الصين، ولذلك الصين قدمت مؤخرا مبادرة من 12 نقطة من أجل الوصول إلى حل سلمي لهذه الحرب. الصين حريصة على صورتها، وهذا أيضا ما تفعله الولايات المتحدة، ما يفسر سلوك الولايات المتحدة تجاه الصين عندما تشكك في النوايا الصينية. هي ليست دولة، ليست وسيط سلام حقيقي، وبالتالي هي هناك صراع حقيقي على الصورة في العالم، وهذا جزء من حرب باردة حقيقية بدأ العالم يعيشها مؤخرا. من عمان شكرا لك السيد سامر خير أحمد، الخبير في الشؤون الآسيوية.